أقرته مجموعة من النواب عام 89 واعتبرته وثيقة للوفاق الوطني اللبناني، فلماذا يقول بعضهم بركنين لهذا الاتفاق سعودي وسوري؟ وهل يحتاج الطائف في كل مرحلة إلى اتفاق دوحة جديد تسوية بين اللبنانيين ورعاة بعضهم الخارجيين؟ بين ما صنعوا النواب بالطائف وبين الرؤية تبعي أنا في فرق 180 درجة، الواحد باتجاه. أنا قدام قرار ما باخده إلا ما الشعب هو يقرر. أنا وعدت أنه أرجع بكل شاردة وواردة للشعب، لإرادة الشعب، للمدافع عن الشعب. هيدا بالنسبة لي رهاني. أنا مواطن عسكري رئيس حكومة، جريمتي ثلاثية إذا بقبل بهالاتفاق. وما بقود السفينة بالوقت نفسه إذا الشعب ما بده يقودها باتجاه ضد الاتفاق. قراري مرهون فيكم، بتقولوا ايه نحن معك، انا ماشي قدامكم مش وراكم، بواجه بصدري كل شيء، وانا اكيد من النصر، اكيد بايمان المؤمن بحقه بربه بشعبه. بتقولوا لا انا برفض القياده لاني ما بحمل لنفسي الجريمة المثلثة. ما هو اتفاق الطائف؟ هل هو حقا وثيقة للوفاق الوطني؟ وإذا كان كذلك فلماذا يتكرر الحديث عن تأثره بطبيعة العلاقات السائدة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية؟ أوليس من المنطق بمكان أن يكون الاتفاق رهن مشيئة اللبنانيين وحدهم إذا كان اتفاقاً لبنانياً في الأصل؟ السؤال مطروح بقوة في الأوساط اللبنانية تزامناً مع القمة الحدث بين العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. شايفوا عالنظام مش عم يمشي، غيروا النظام، بركي إذا غيرت اللي بيمشي عالنظام. الطائف في الأصل مدينة سعودية شهدت في المرحلة الممتدة ما بين 30 من أيلول والثاني والعشرين من تشرين الأول 89 وقائع مؤتمر جمع معظم النواب اللبنانيين المنتخبين عام 72 على أثر حرب التحرير التي أعلنها رئيس الحكومة الانتقالية العماد ميشيل عون في 14 من أذار 89، ما أعاد الاهتمام العربي والدولي بالمسألة اللبنانية بعد طول غياب. الاتفاق أقر بدعم عربي ودولي سلم بالدور السوري الرئيس عسكرياً وسياسياً في لبنان، فجسد ذلك النص الملتبس المتعلق بإعادة انتشار الجيش السوري بعد سنتين على إقرار الإصلاحات الدستورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون تحديد آلية واضحة لتنفيذ الانسحاب السوري الكامل خلال مدة زمنية محددة. يا إلهي ويا سلام، ما رح يمشي النظام. الأنظار كانت شاخصة إلى ذلك المؤتمر، وكان الكل يحاولون استكشاف ما كان يحدث داخل القاعات المقفلة، غير أن أولئك الذين كانوا داخل القاعات لم يدركوا بالكامل حقيقة ما كان يتم. ما هي الإصلاحات التي يدور الحوار حولها؟ من الذي يقترحها؟ وما هو مغزاها السياسي؟ فمن هم أولئك الذين كانوا على مقربة من المؤتمر يوحون ويحركون ويقررون؟ الولايات المتحدة لم تكن حاضرة في شكل علني، لكن وجودها هناك كان قوياً. سوريا أيضاً لم تكن موجودة علناً، لكن تأثيرها كان قوياً وحاسماً. وبعيداً من تفاصيل الإصلاحات الدستورية وسائر البنود التي تناولت العلاقات اللبنانية مع كل من الفلسطينيين وسوريا وإسرائيل،
كان لمؤتمر الطائف مغزى سياسيا واضحا يمكن إيجازه بنقطتين: أولا، إعادة تقسم النفوذ الخارجي في لبنان بين الولايات المتحدة وسوريا في شكل رئيس، مع الاعتراف أو التسليم بنفوذ محدود لجهات خارجية أخرى كفرنسا والسعودية وإيران وإسرائيل. ثانيا، تم تجسيد هذا النفوذ الخارجي من خلال الدور المعطى للطوائف السياسية في التركيبة الداخلية للسلطة، بحيث يكون المسيحيون عامة من حصة أمريكا وسوريا، ويكون الشيعة والدروز من حصة سوريا حصرا، أما السنة فتتوزعهم كل من الولايات المتحدة والسعودية من جهة وسوريا من جهة أخرى، مع غلبة واضحة لواشنطن والرياض. هذا مع تحديد حجم ودور كل طائفة سياسية في السلطة. هذا هو المضمون الحقيقي لاتفاق الطائف الذي سماه بعضهم وثيقة للوفاق الوطني، قبل أن يكرس جزء رئيس منه في متن الدستور اللبناني. ويبدو إنه العلم منا منه، يبدو إنه العلم من نظام. جاء تولي رفيق الحريري رئاسة الحكومة عام 92 نتيجة لتوطيد العلاقات السورية السعودية، ما أمن قبولا سوريا بدور سعودي متزايد في لبنان. فالحريري جاء إلى الحكم في لبنان من السعودية عبر بوابة دمشق، وكانت من ثمار ذلك شرعنة الوجود السوري. وفي هذا الإطار شجعت السعودية مبدأ تلازم المسارين السوري واللبناني في محادثات السلام في الشرق الأوسط. أغير له النظام. وبالعودة إلى العلاقات السعودية السورية، أو ما صارت تسميته اصطلاحاً معادلة السينسين، فهي أصبحت حبلى بالشوائب بعد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 وتفاقم أزمة امتلاك إيران التكنولوجيا النووية، إضافة إلى نتائج حرب تموز الإسرائيلية عام 2006 على لبنان. فالعلاقة الملتبسة بين دمشق والرياض منذ زمن طويل وجدت في لبنان متنفساً لإدارة الصراع السياسي بأدوات لبنانية، فترجم ذلك في أكثر من محطة عبر مواجهات عسكرية وأمنية. فعلى رغم فترات الهدوء الكبيرة التي كانت تخيم على التفاهم السعودي السوري في شأن لبنان وأزماته منذ اندلاع الحرب عام 75، بقيت دمشق ترفض تدخل السعودية في لبنان إلا عبر بوابتها. فنجحت بعد اتفاق الطائف في منع السعودية ومعها كل العرب من التدخل في إدارتها الملف اللبناني، حتى خرج الحريق إلى العلن بعد التمديد للرئيس السابق إميل لحود وإثر اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، واتخذ الأمر منحا تصاعديا بعدما رأى العاهل السعودي وصف الرئيس بشار الأسد بعض القادة العرب بأنصاف الرجال مسا شخصيا به. مرة جديدة يطرح اتفاق الطائف في المزاد الوطني الداخلي بين مطالب بتعديله في ضوء التجربة ومعارض لإحداث أي تغيير في بنوده قبل تفعيل كل ما نص عليه هذا الاتفاق. وكلما تواصلت الأزمة واستعصى حلها، يطرح موضوع الإصلاحات الدستورية التي يطالب بها رئيس الجمهورية وغيره من القوى السياسية في محاولة لاسترداد بعض الصلاحيات التي أخذها اتفاق الطائف من رئاسة الدولة. ولأن لبنان يعيش حالاً بالغة الخطورة على صعيد الانقسام الوطني، يعتبر أي رئيس حكومة أن ذلك انتقاص من دوره كممثل للطائفة السنية مقابل رئيس الجمهورية المسيحي الماروني. فهل يحتاج الوضع القائم إلى اتفاق دوحة 2 تماماً كما احتاج سابقاً إلى دوحة 1 إذا ما استحال على الأفرقاء التفاهم على ترميم الشراكة الوطنية فيما بينهم بعيداً من التسويات الظرفية المحتملة؟ الاحتمالات كلها واردة ما دام الثابت أن اتفاق الطائف تماماً كاتفاق الدوحة لم يكن اتفاقاً لبنانياً بل اتفاقاً خارجياً على إعادة انتشار النفوذ السياسي في لبنان على وقع الطوائف والمذاهب، وهو ما يتوقع أن يحدث تزامناً مع إعادة رسم خريطة العلاقات السعودية السورية راهناً،
أوليس هذا تاريخ لبنان منذ بروتوكول 1864 وما حوله وصولاً إلى اليوم؟ هيدا مش نظام.